والسيكوصية. ديما خذ الموجز والمختصر من الزمان، عمرك تثيق فيه وعمرك تعمق فيه، عمرك تدير فيها عائق وتبدا دير لونكيت. ولا دعيتي ديما الله وبغيتي يحقق لك شي دعيوة، فاطلبو غير ينجيك من غدرو. حياتي انا كنت عايشة كيف ما بغيت، تخطط عييت ما مخطط، ولكن اللي ما كنتش عارف هو ان الزمان كيزمم على هواه. الدنيا حرشات عليا الماضي خلاتو يعدلي في الحاضر، الشي اللي غايخليني نعيش جهنم فوق الارض. سلام الخوت، قويعدات راكم عارفينو، صليو على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما كان العشران. نبداو. كارديانات هنا اللي في الكوان معانا، داو كيلاغيو بعضياتهم بشي لغا اللي خلعنا بزاف حنا المساجين. بدا تيقولو تقبلو عيني لا ارى الموز، لا حيد لي غير الحنيكات. هنا تنكريت وما قدرتش مازال نصبر، قلت الله تنحيد العصابة نزها شوية باش نشوف شنو كاين. بصحت الوالدين ملي حيدت العصابة، ضربت واحد طليلة خفيفة، تلاقيتهم حاطين واحد الراس مبخر، واحد الراس مبخر ديال الغلمي حاطينو قبالتهم وكيتشاورو عليه. معرفتش واش الصراحة كانوا كيهضرو باش يسمعونا هاد الكلام ويخلعونا، ولا هما كانوا نيت كيتناقشو عليه بصح. البعجة قال لصاحبو يلا زيد صاحبي زيد نشرشموه. قال له الا ما نشرشموش راه غادي نتكرفصو عليه. قال له واش التمريض ولا مالك، راه خلقو الله غير التكرفيص، داكشي اللي كتب عليه الله هو هذا. فرتكو داك الراس، ملي فرتكوه عاد بدات كتعطينا الريحه ديالو. تخيل معايا بنادم كيضرب حداك الراس مفور، وانت ما واكلش هادي يومين، ماشي ما واكلش حيت ما جابوش لك الماكلة، ولكن الماكلة اللي كيجيبو لك ما تقدرش تاكلها. خوتنا بداو تيقصيو، هو نسمع واحد من المحابسية اللي معايا كيلاغيهم وتيقول لهم دخلت عليكم بالله علاش شبعتوني زلاطة من الصباح. خوتنا دارو ضربو عليه وكملوا الماكلة ديالو، تا هو كمل الغا ديالو اللي كان كيلاغيهم. قال لهم والله حتى راكم غير غالطين فيا، انا راه ودي ما عارف لا سياسه لهم يحزنون، انا راه ولد العروبيه وعندي ربعه الوليدات. الله يرحم لكم الوالدين، راه وليداتي ما كاين اللي يدخل عليهم حتى دغيم هاد الخبز. هنا ضر عدو واحد من دوك الغارديانات وقال له دابا انت غير تعداو عليك ياك، وملي تعداو عليك راه يقدروا يتعداو عليا حتى انا، علاش انا ما شدونيش مثلا. رد عليه داك المحابس مسكين وقال له راه ملي جاو الجندار من الدوار كانوا كيقلبوا على واحد السيد سميتو عنطر، عدو واحد الموتور ياماها كحل، وبسبب داك الياماها انا تشديت حتى انا عدي موتور ياماها كحل، وراه انا راه ماشي هو داك عنطر. والله سيدي ما كان عارف هذاك عنطر ولا عمرني شفته، وراه دابا هادشي قلتو لهم في الغرفه ديال التحقيق، ولكن والو بداو كيضربوني وما تيقوني شاي. داك الغارديان ملي سمع هادشي قال له والله تبقيتي فيا بالله. طرد داك الحاج داك البهجاوي قال له تقفلات لي الشاي يا الحاج. جابو البهجا قال له وزيد تاكل البحاطي اللي ولدك قال لك تقفلات لي الشاي، زيد تاكل اللي امك. هنا غادي يقول له داك الغارديان اللي قال له راه بقى فيا، قال داك المسجون مسكين وها نعس نعس وحلم بلي راك مع وليداتك بربع. ها
هاتي شكوى لغير الله ما دلا والله القاسم. مسكين كان كيشكي عليهم على نيتو يحساب لهم باللي راه في قلبهم الرحمه، ولكن والو مع من انت لغد لي مع الصباح الخوت صبح عليا دخونا داتا يهرن التاني بالرقم ديال 122. وقفت باش نمشي معاه، داني ديريكت للغرفة فين غادي يستجوبوني تاني، وسطوني تاني بيناتهم في الكرسي كيف ما كتوسط البالون في السنتر ديال التيران ملي كيبغي يبدا الماتش. هنا ورا ودنيا كنسمع داك اللغة ديال داك الفاسي، داك اللي كيهضر بلا قال لي حيد العصابة على عينيك وما تلفتش لا في اليمين لا في الشمال. حيدتها وحط لي واحد التصويره قبالتي، قال لي هذا كنقلبو عليه وسميتو عنترة. هذا كان عندو واحد ياماها وكيسيركيلي بيها كيدي الدراري، كل مرة راكب معاه واحد من المنظمة ديال إلى الأعمال. واش كتعرفو؟ بديت كنشوف ديك التصويرة وقلتلو لا ما كنعرفوش هاي. هاد الجواب هذا اللي جاوبتو غيطلع الشاربونة ديال هاد خونا وغادي يخليه يتعصب عليا ويبدا يضرب فيا على قفايا. ضربتا يضرب وانا ما عدي تا باش نطاكي، يدي يامين طين بالمينوط. واحد اللحظة هز واحد الفردي هو يقول لي حق الرب المعبود حتى نطرط اوليك فراسك. هنا بدا يحسب حتى العشرة، خمسة ستة سبعة. صراحة ما نكذبش عليكم الخوت، ملي وصلوا هاد الرقام هادو خفت لان ودا بالصح، خفت لي تيري ولا شي لعيبة بحال ما هكاك، شي اللي غادي يخليني نقرب مول التصويرة. مول التصويرة اللي كنا مكنيين علو عنطرة كان عرفوها اخوتي. هذا واحد الدري كان معنا ايامات لافاك، كان عضو ناشط معنا في منظمة الى الامام. الانسبكتور اللي هز عليا الفردي، صراحة الحساب أولا العد التنازلي اللي كان كيحسب اللي وصل 8 ما قدرتش مازال نصبر. هنا قلتلو كان عرفو في البلاصة اني له داك الحساب. قال لي شكون هو؟ قلتلو سميتو عبد الرحيم، هادشي اللي كان عارف عليه. قال لي فين ساكن؟ قلتلي ساكن بين المدون قريب لينا نيت. فين ساكن انا؟ هنا بدا كيطبطب لي على راسي وقال لي كاموني لمكا لما تحكيتي ما تعطي الريحة. اعتراف اللي اعترفت على الخوت صراحة راه ما قدرتش، والله ما قدرت. خفت لي طرتق لي يا راسي بشي رصاصة، شي اللي خلاني نعترف. مشكلة دابا قدر نصيفط هاد خونا دايلي الا مشاو حتى شدو، ما عرفتش كيفاش غادي نسامح لراسي. هنا غادي يخرجوني من هاد البيت وغيديوني ديريكت لواحد الصطافيت. هاد الصطافيت كانت كبيرة، اللي وصلوني لديك الصطافيت حيدو لي العصابة على عينيا وخلوني جالس كنشوف في الجاج. صراحة ما فهمت شنو بغا يدير. طلعوا معايا دوك لي زانسبكتور وبداو جالسين اون فاس معاه، قالوا لي غتمشي معانا تورينا ديك الدار. قلت له راه ما عارفش الدار بالضبط. هو يضربني بواحد الطرشه، قال لي شوف دابا راه انت عندنا زايد ناقص، راه غادي نطرطق لمك راسك دابا الا بغيت، يا غادي تعرف بس منك يا بربي تنفرق عليك راسك. هو يهز البيستولي ديالو عاوتاني وفيزا عاديه. هذا واحد اخر ماشي داك الفاسي، بديت كنشوف فيه. هو يقول لي شوف قبالتك باش تورينا فين كاينه الدار. دورت وجهي وبديت كنشوف في الزاج، شحال هادي ما شفت المدينه. بداو غاديين بيا في شي طرقان، الصراحه اول مره غنشوفهم. اللي وصلوني لداك السيكتور فين ساكن عبد الرحيم، صراحة قلبي بدا كيتقطع. عبد الرحيم شحال من مرات تغديت عندو مسكين،
الوالدة ديالو كانت الله يعمرها دار، كانت كتقول لي غير ولدي. كنت وقت ما جينا من لافاك كندوزو عدو، لا انا لا الدراري، وغالبا كنت انا بزاف حيت كانت دارهم في الطريق ديال الطريق اللي كديك لدارنا. كانت غير تشوفني امو مسكينة كتقول لي انت عزيز عليا ولدي. كانت ديراني بحال عبد الرحيم وكتر، ولكن الخوت كاع ما ديروا لي العيب، الله القاسم ما ديروا لي العيب، حيتاش كاينش اللي غادي يحس بهذا الشيء اللي كان عايشو. الرعب اللي كان رعبني هذا بالبيستولي، ما غاديش تحس بهذا الشيء واخا نعيا ما نعاود ديك، والله ما تحس به 100%. وصلنا للسيكتور ديال عبد الرحيم، وحنا بديت كنرجع الغالونطي ديال الذكريات لي بديت كندوز من هذا السيكتور. ايامات فاش كتعيط لي امو الصراحه ما كرهتش كوك زيزون، وما كنشوف ما كنسمع باش ما نوريهم شاي الدار، لكن رجع في الله صباي لي تهزي شير الباب يا ريتو تقطع انفو عارفو الدار. نزلو شي وحدين بثلاثه مشاو كيدقو حتى تحل الباب. الديكور اللي كنت كنشوف فيه قبالت عينيا، كنشوف هاد الديكور وقلبي كيتقطع من الداخل. خرج عبد الرحيم وهو يهزوه بنص وهزوه مرابعة جايبينو لجيت سطافيت. هنا خرجت امو مسكينة، خرجت كتغوت ولدي مات ولدي، دفع واحد البوليسي وهو يسد الباب من بعد ما لاحظنا عبد الرحيم لداخل في سطافيت. ديكور ديال امو هي كتغوت، عمرني نسيتو ولا غنساه شي نهار. صطافي الديمارات وردوني للبنيقة، غير هاد المرة معانا ضيف جديد واللي هو عبد الرحيم. كدبش عليكم الخوت، ملي وصلت للبنيقة عاد تنادم معايا الحال، ندمت حتى ندم لي الزغب اللي في راسي، علاش قريتو وريتهم دارو، علاش شي اللي غادي يخليني نبدا نبكي ونتنخصص. بديت كنحس بالذنب، بديت كنحس بالضمير ديالي كينبني، واصعب دابا الخوت هو عذاب تأنيب الضمير. واحد خونا اللي كنت حداه في البنيقة ملي شافني كنتنخصص قال لي ما تبكيش اك عمال، ما تبكيش راك راجل، الغلطة راه ماشي ديالك، راه بز منك قريتي، وحتى الا ما قريتي انت راه يقر واحد اخر. قلت له والو انا خواف وجبان جسوي لاش. انا بالضبط بديت كنسمع عبد الرحيم تايا كل طلاقش. عبد الرحيم بداو تاي من خوفي، الغوات ديالو كيتسمع لي من هنا، الغوات اللي كيغوت عبد الرحيم كنحس بيه في لوكور ديالي لداخل. الغوات اللي كيغوت فكرني غير بواحد الديكور كنت فاش باقي صغير، اش كنت كنقرا في الخامس، كان عندنا واحد البروف، شمنت بروف، واحد السيكوبات او لا واحد المريض نفسي، كان كينوضني تيقول لي هاك هادي عصا خصك تضرب بها هادو ما داروش التمارين او لا هادو كسالى، ضربهم 4 دقات للواحد. ملي كان رفض كيشدني انا وكيخليهم هو، كيبقى يضرب فيا يضرب فيا حتى كتهرس له ديك العصا. شحال من عصا هرسها عليا. عبد الرحيم مازال ما عارفش لحد الان باللي راه بسبابي هو كاين معانا هنا في هاد الكوان. ملي غيعرف ما عرفت كيفاش غتكون ردة الفعل ديالو. نخرج ليكم برا الخوت شويه ونمشيو عند مالين الدار. مالين الدار كانوا في واحد الكوميسارية كيسولو، هاد الكوميسارية هادي قالوا لهم بلي تما تقدروا تلقاو معلومات على ولدكم. ملي وصلوا كانوا جالسين وشافوا واحد المرأة مسكينة حتى هي كانت جاية من يهاحان، جاية من واحد البلاصة من سوس، جيت أكادير. الوالدة مسكينة بقات غا كتشوف هاد المرأة اللي كانت هي
قلبها كيتقطع على ولدها اللي غبر. مسكينة كانت كتنوض كتلاغي هذاك البوليسي اللي في الريسبسيون كتلاغيه بالشلحة. خونا ما كيفهم حتى لعبة، ومسكينة هي كتبقى تطلب فيه كتقول له الحرمان كاسيدياتي ويلناني إلا دار عفاي وياتي تجدر تسانو في اللاس. قتلو الخوت عفاك ولدي، راه ولدي قالوا لي بلي راه كاين هنا وراه الكبدة ديالي كتقطع عليه. خونا واخا كتلاغيه ما كيفهمش، بقى غير كيشوف فيها بخلات تسالات ويقول لها سيري جلسي لها مع الناس حتى نشوفو شي حد يفهم الشلحة. جات هو ينوض لها الواليد وخلاها بركات حدا الواليدة. هاد المرأة دي بدات كتبكي، الواليدة مسكينة بدات كتشوف فيها وحنات عليها، بدات كتطبطب ليها على كتفها وكتقول ليها صافي دابا يفرج الله صافي عافاك ما تبكيش. قلت لها مسكينة ايوي جلايي والدار بيضاء ما كان عرف فيها حتى واحد. الواليدة قلت ليها عرفتيش غديري يلا يتمشي معايا للدار. قلت ليها واخا يرحم ربي الوالدين، وفعلا داتها مع الوالدة. انقلبوا الطبصيل اللي عدي وغنلقاو باللي تسعود ديال الصباح هادي جاو تاني هذاك خونا هو يغوت 122 توقفت هو يسوقني حتى البيت ديال التحقيق. جلسني في واحد الكرسي ونفاس مع داك خونا اللي صوتو حنين. قال لي صافا؟ قلت له الحمد لله. هو يقول لي صراحة الحالة ديالك ما عاجباني شاي. قلت له كيفاش؟ قال لي ماشي حالتك الجسمانية، كان دوي على المنظمة، علاش ما بقيتيش معاهم؟ كيفاش زعما حتى جاتك الفكرة وتخرج؟ علاش؟ شنو السبب؟ صراحة ملي سولني هذا السؤال والله حتى فرحت اخوتي، حيتاش عرفت باللي اخيرا عرفوني بالصح باللي راه ما بقيتش مع منظمت الى الامام. لغيتو بالجواب وقلت له سمحت في داك الحماق ديالهم حيتاش بان لي باللي طريقهم ما غادياش لشي بلاصه اللي مزيانه، كانوا كيضربوا غير على حساب مصالحهم الشخصيه، وانا سمحت في داك الشيء حيتاش بغيت نعيش الحريه، ما بغيتش نطالب بالحريه في الاخر القراصي مقيد تحت الحريه اللي بغاو هما. داكشي علاش اختاريت الحريه ديال الدوله. الصراحه ما ندمت شاي، خصوصا ملي خدمت في المطار كانوا عاطينا الباسبور كل مره في الشهر عندك 3 ايام تسافر فيها فين ما بغيتي، فين ما بغيتي اي دوله ما فيهاش الفيزا سير سافر لها. الصراحه كنت كندوز معهم وقت زوين والله القاسم، حتى جيتو قرقبتو عليا نتوما. ملي كنت طالب كنت متحمس، ولا نقدر نقولو كنت مكلخ، كنت مكلخ وكان آمن بالفكرة ديال تغيير العالم. ومن بعد غادي نكتشف بلي هاد المهمة راه ما يمكنش، هاي ما يمكنش تغيير العالم، شكون تحت تغيير العالم؟ بديت كنضحك على راسي، هادي مهمة اكبر من اي واحد فينا. داكشي علاش سيدي كيما قلت ليك سمحت في كل شي حيت بغيت نعيش حياتي كيف ما بغيت، وهاد الشي من حقي ياك؟ جاوبني وقال لي هذا شيء من حقك يا ولدي، الواحد هو اللي يبني حياته ويبني داره ويتزوج ويدير وليداته، كل شيء هذا الشيء مزيان، ولكن دابا الا كان هذا الشيء اللي قلتي لي بالصح فراه خصك تبرهن عليه. قلت له كيفاش؟ قال لي في المحاكمه غادي تعترف قدام القاضي، غتقول له باللي هادوك الشيوعيين ديال الويل هما اللي استغلوا السذاجه ديالك، وباللي هادشي كامل اللي درتي غير غلطة ديال الشباب، ومن جهتي انا ملي غادي يصيفطوك للحبس غادي نوصي عليك الغارديانات، راه كنعرف منهم بزاف تما، غنوصيهم عليك باش يتعاملوا معاك مزيان. ايوا شنو قلتي؟ شبان ليك فلوفر اللي حطيت قدامك دابا؟ هنا الخوت بديت كنفكر مع راسي، انا عارف باللي هادشي اللي تيقول لي ما منو شاي، ما يوصي لي لا غارديانات لا هم يحزانو، ولا مشيت حتى اعترف تقبلت المحكمة فيعلم الله شنو غيوقع. والمشكل هو انني بغاني نعترف باللي
انا زعما كنت باقي معهم الى يومنا هذا حتى شدوني. انا بغيت نعترف بالشي اللي كاين ماشي بالشي اللي ما كاينش. داكشي علاش تعطلت في الجواب على اخونا ومن بعد ما غنجاوبو غنصدمو. قلت له اسمح لي ما نقدرش عين نعترف بهذا الشي اللي ما دايرش. هنا غايقول لي فكر مزيان، انا ما بغيتش الجواب دابا، سير سير حتى ترجع مع راسك. ديك الساعه تلقى عندك الجواب، رانا غندير الخطوه الاولى وغنخرجك من هذا البيت الكحله. البيت الكحله الخو تقصد بها البنيقه فاش كاين. فعلا هاد المره ما كانش التعذيب، الحمد لله ما ضربوني ما داروا لي والو، ردوني للبنيقه وجلسوني حدا الخوت. نطق واحد خونا ويقول لي مرحبا بالسي كمال، انا سميتي علي. علي؟ قلت له ما يمكن جواش حتى انت هنا. نطق واحد اخر هو يقول لي السي كمال حتى انا راك تعرفني. تبسمت واحد تبسيمة وقلت لهم هي كاع الرفاق مجموعين هنا. هداك علي قال لي انت ما بقيتيش معنا في المنظمة، علاش شدوك؟ قلت له وانت كتشوف حساب لي باللي قطعت الواد ونشفو رجليا، ولكن الباسي ديالي الموسخ هو اللي عطلي في الحاضر وحرش عليا هاد خوتنا. انا مازال غارق فيها حتى اللوتني، ولكن بيني وبينكم الخوت مزيانة ملي تجمعنا عاود تاني مرة اخرى. انا معاكم ومعاهم حتى الاخر المطاف حتى نشوفو شنو غايوقع. دخل علينا الحاج هو يقاطع حديثنا، قالنا طلعوا شوية دوك الباندات راه جايبين لكم ما تحنجروا. خوتنا اللي جايبين لنا ديك البرمة كانوا حتى هما محابسية هنا، غير هما كانوا في شي قنت اخر ما كانوش معنا في الشومبر. هادو هما اللي كيوصلوا الخبيرات ديال شنو واقع برا. كيما حط لي انا الباي ديالي باش نقصي، هو يحط لينا معاه الخبيرات ديال شنو واقع. قالنا البارح طلقوا زوج وجابوا ثلاثة، الملك سعود راه مات، واحد من المعتقلين هنا راه سميتو عبد اللطيف حتى هو توفى هاد الصباح مسكين الله يرحمه. هذا عبد اللطيف الخوت كنعرفوه، خبيرة اللي جابها لنا هاد الصباح هذا نزلها لنا بحال الرعدة. واحد من الدراري غايسير لي دموعي ملي غايقول مسكين عبد اللطيف كان مناضل بصح، كان مناضل ديال النفس. نطق واحد اخر اللي ما كانش كيعرفو قال له تخونا واش كتعرفو؟ قال ليه اه عمل المؤسسين الوالد ديال منظمات الى الامان، راه كان بروف ديال الفلسفه، مسكين سمح في التدريس وسمح في الوظيفه ديالو وكرس وقته كامل للمنظمه. من فوق هذا الشيء عبد اللطيف كان شاعر، كان كيكتب الشعر، ولكن الكل بدايه نهايه، المصير ديالو غادي تكون الخاتمه ديالو في هاد الكوان هذا في درب مولاي الشريف. دخلوا علينا دوك الزوج غارديانات، هو بداو كيقولوا لنا اللي سمع النمره ديالو يدوز لهنايا. الله علم الله فين غاديين بهم تاني. هنا بداو كيعيطوا بالنوامر 105 132 112. مسكين واحد فينا كانت النمره ديالو 12، اللي سمع 112 كيحسب ليه باللي راه سمع غير 12. مع ناضو هو يعطيه داك البهجة على قفاه، قال لي راه الحمارة دمك الصندوز ماشي يدوز. خوتنا غيكملو النوامر وغيختمو بمية وتسعود وخمسين ومية وتسعود وثمانين. واحد من دوك اللي جاو حطو لنا الماكلة غيرجع عندنا من بعد باش يهز الطباس، غادي يبشرنا بواحد الخبيرة اللي غادي تفرحنا بزاف. قالنا باللي راه شفت الحاج كيعطي الحوايج لهادوك الناس اللي عيطوا ليهم بنوامرهم، يعني راه غادي يطلقوهم يمشيو في حالاتهم. وفعلا نيت داكشي اللي كان الخوت، الحاج مشى كيعطيهم حوايجهم. قال له واحد خونا كان هاد الحاج مسخوط الوالدين، واخا سادي وديكتاتور ولكن كان كوميك. قال واحد خونا هاك ها القبيبيض ديالك وها السريويل ديالك وسير عاود تاني دير شي زبلة واجي يدي. خبيرة ديال
طلق صراحة هاد الناس هادو فرحاتنا بزاف. حنا كمساجين حيتاش عطاتنا امال باللي شي نهار حتى حنا غادي تجي نوبتنا. الوقت اللي ضربنا حتى لدابا فهاد الكوان هذا هو 6 شهور. واحد خونا من الدراري لقى واحد الورقة في الكولوار وهزها ودارها في جيبو. ملي جا بدا كيفتي علينا شنو مكتوب فيها. هاد الورقة هادي كانت ديال الجورنال. قال لينا سمعوا الخبيرة اللي لقيت، تحرير سايغون في 15 ابريل 1975. رد عليه واحد من الدراري وقال لي ايه سبحان الله العظيم، من بعد 30 عام 3 العقود ديال الاستعمار الامريكي الفرنسي، اخيرا القوات ديال الفيت كونغ قدرات ترد سايغون. عرفتوا الخبيرة اللي غتفرحني في هذا الشيء كامل الخوت، هو السونتروند المعتقل رقم 132. عرفتوا شكون كان؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم اللي شكمت بيه ومشيت وريتهم الدار ديالو فين ساكن. الله تفرحت لي يا الخوت، حيتاش من نهار دخل لهنا وانا كنحس بالدم حيتاش انا سبابو في عذابو. قال له الغارديان الاخر اللي مع الحاج هاكا قشك ورا اليوم بحالي لي الله زدي خلاقيتي، شد لي ماك راه كانوا غيقراو عليك الطلبه وانتحي. عبد الرحيم غايدير واحد الجيست اللي كان قمه ديال الرجوله. عبد الرحيم راه كان عارفني انا اللي وريت الدار فين ساكن، انا اللي جبتهم ليه، ولكن ما حقدش عليا مسكين ودار راسو بلاصتي. دار راسو بلاصتي وعرف التعذيب كيف داير هنايا، يخليك تقرب داكشي اللي داير واللي ما دايرش. كنت عارف عبد الرحيم المود ديال طارجلي ديما مأكتيفي، ما كيخطاه شاي. مسكين ينفواخر مشى ديريكت لدارنا، مشى باش يطمنهم عليا ويقول لهم اللي كان كيما دق حلو الخوادري، هو يدخل ديريكت عند الوالده. مسكينه غي شافته بدات كتعنق فيه، قالت له على سلامتك اوليدي، فين كاين كمال ولدي؟ هو يجاوبها مسكين وجاوبها غي من راسه، قال لها راه كمال لاباس عليه وكيبلغ لكم السلام. عبد الرحيم طمن الوالده وكمل كلامه وقال لها راه غادي يخرج هاد الايام ان شاء الله. عطاهم الامال و فرحها الوالده بزاف وخلاها تتسنى فيا على حر من الجمر. الاخبار ديال درب مولاي الشريف غدا وكاتشي من بعد ما خرجوا هاد المساجين. فواحد الليله من الليالي باقي كان عقل، كان واحد السيد في شي شومبر بعيده علينا شويه، ما خلاناش ننعسو ديك الليله. كان مسكين كيغوت لربي اللي خلقو، كيضرب الباب كيضرب الباب ويغوت، شويه يبكي شويه يبدا يضحك. مسكين الدري هذا كان هربلو ديك الساعات، هربلو الطير من الغلوغ. قلت للدراري هذا مسكين واش حماق واقيلا ياك؟ قالوا لي. قلت لهم ما عرفتوش شكون؟ قالوا لي علاه ما عرفتيش؟ قلت لهم لا. ويقولوا لي هذا راه الفلوسي اللي كيغوت. ويلي على الفلوسي؟ قالوا لي الله حتى هو مسكين راه بدا كيهرب له الفرخ. هي الفلوسي مسكين، هاد الفلوسي هذا كان ولد خنيفرة، كان واحد الدري الله يعمر ليه الدار. كنت كنعرفو لكن هو ما كانش معانا، كان في 23 مارس، كانش في إلى الأمان. كان واحد الدري شنقول لكم، واحد الدري حلوة حاجته كاع ماشي ديالو، تقول له اعطيني عينيك يعطيهم لك. مسكين فلوسي صاطلو البرد في راسو وبدا كيتخردل. الدراري ما قدروش ينعسو هاد الليله، الشي اللي غادي يخلينا نبقاو ساهرين مع الفلوسي وغواتو. قال لي واحد من الدراري انت باينة كمان غادي يطلقوك. قلت له باش عرفتيها؟ قال لي يا ابراهيم عطا سميتك. عرفتو الخوت ابراهيم داك اللي شراها لينا في الاول. كمل كلام اخونا وقال لي ابراهيم عطا سميتك وانت عطيتي السميه عبد الرحيم. ما عرفتش واش بيضربني المعنى زعما باللي راه انا اللي شكمت بعبد الرحيم ولا شنو، ولكن الهضره ديالو كانت شويه ديال اللوجيك. قلت
له كمل اشنو بغيت تقول. قال لي والو ما بغيت نقول والو، راه نوبتك قربات دابا تخرج، حيتاش ابراهيم راه يطلقوه، يعني اللي عطا شي سميه فراه كيجازيه وهو كيطلقوه. ما عرفتش منين جاب هاد التاويل هذا، ولكن صراحه فرحني به بزاف، حيتاش عييت على الخوت والله حتى عييت. ست شهور دابا والصرف وانا في هاد الكوان هذا، لا ماكلة كاين الناس، لا شراب كاين الناس، لا دوش مقاد كيف بنادم، لا نعاس مستوي كيف البشر. العفو والله حتى العفو. غدت ليها الخوت مع الصباح جاو بداو تيخرجونا واحد بواحد. فين غاديين؟ جاو تيقولوا لك اجي تسيني بعدا. علاش غنسيني؟ عمركم شتو الخوت شي حد غيسيني وعينيه مغمضين بلا صابة؟ يعني ما عندكش الحق حتى تقرا بعدا داكشي اللي غاتسين. دارونا فواحد الكولوار ودارونا صف، بديت كنساني متى جنوبتي. انا معول غير جنوبتي نقول لهم خصني نحيد العصابة باش نقرا هادشي. خونا اللي كان قبالتي مسكين مع حطوا لي ديك الورقة هو يسينيها، مع كيسيني فيها خونا ضربوا بواحد طرشة على قفاه، قال له اشنو واش هادي سينياتور ولا بغريرة؟ خونا انا كنت عارفه هذا داك اللي كيكون مع الحاج، كنت عارفه كيبغي يضحك زعما بنادم، كي ما عارفش راسو باللي راه كيجيب لينا الردام بضحكو الباسل. صلاتني النوبه وانا نقول له عافاك بغيت نقرا هادشي علاش غنسيني. خونا سكت شحال هو يطلق عليا واحد ضحكه عامره بالتنمر، والحاج بدا كيشوف فيه وكيضحك حتى هو يقول لي واش غادي تسيني لي ما كل غادي نوريك القرايه كي داير، سيني لنصدق قاري فيك حسيفه. كان معاهم واحد اخر من لي زانسبيكتور هو يقول لي تا لمك باغي تقرا راه قرايتك هي اللي وصلاتك لعندنا هنايا، تا راه ما خصكش مازال تقرا، تا فيما شفتي شي حاجه فيها القرايه علق. والله ما كذب الصراحه. خونا غادي يكمل كلامه ويقول لي احمد الله حيتاش غادي تخرج من هنا حين سيتها الخوت ماشي 6 شهور 8 شهور دابا هادي اللي ضارب هنا. تغلطات ليا واحد الشهرين الاولى حيتاش كنت فيها مبنج مازال ما قادرش نعد الايام، كان عقلي مازال ما مستوعب هاد الكوان هذا فاش كاين. داك الانسبيكتور اللي كان مع هادو قال لي هنا راه شحال من واحد زهقات روحو وشحال من واحد داب فلاسيد، انت دابا جاي باغي تقرا داكشي اللي غادي تسيني عليه، شتي ما دير؟ ردو ديال مو يتقلاصا خليوه هنا. شديت ديك الورقة ونسيني سينيت، ما عرفت كاع حتى فين مسين، عرفتو فين غاديين بينا الخوت. داكشي اللي كنت كنساين 8 شهور هادي، 8 شهور بلا محاكمة. الدراري اللي طلقوهم هادوك برأتهم المحكمة بلا ما يوصلوا لها، اما هنايا فراه عاد غاديين يحاكمونا. المحاكمة اخوتي اللي غادي تكون في البارت الماجية ان شاء الله. تالله.